لو الحكاية فيها إن فيتو النصائح اللي تحب تقدمها للمواطنين خلال شهر رمضان. طبعاً إحنا بداية هنقول إن شهر رمضان الكريم كل عام وأنتم بخير لينا والجميع المواطنين في مصر. هو هيجي في نهاية فصل الربيع ويعتبر بداية فصل الصيف. يعني إحنا هنيجي في نص أو الثلث الأخراني من شهر 5 ودخولا من شهر 6 إحنا في مرحلة الصيف. فهنبدأ هنلاحظ التغيرات الطقسية اللي هنشوفها إن نسب الرطوبة هتبدأ تزيد، فبالتالي هتدينا شعور بدرجة الحرارة أكتر مما سبق. متوسطات درجات الحرارة والمعدلات اللي في الفترة الصيفية بتبقى أعلى من الربيع. بنكون أكثر حظا من الربيع في إنه الموجات الترابية اللي إحنا بنتعرض ليها في الربيع بتنتهي مع دخول الصيف. طبعا في بدايات الصيف بنقول إن المعدلات ما بتكونش زايدة زي شهر 7 وزي شهر 8، فبالتالي إحنا بنبقى لسه في بداية الصيف، ممكن يبقى في قدرة على التحمل بالنسبة لدرجات الحرارة في فترة رمضان اللي جاي. ولكن النصائح المهمة جدا بالنسبة لشهر رمضان الاهتمام بعملية السوائل، عدم اللجوء إلى الأطعمة اللي هي بتستهلك السوائل الجسدية وخاصة في فترة السحور. نلجأ بقى في طبعا لو نلجأ لزملائنا في وزارات الصحة وفي التغذية بيبقى ليهم نصائح جيدة جدا في عمليات التغذية وخاصة في فترة السحور أو حتى في الإفطار. والنصائح الدائمة بتقول إن إحنا لو شربنا أو كلنا جزئية بسيطة في الفطار وبعدين استكملنا على مدار اليوم بتعاطي كميات قليلة من الطعام زائد الشراب بيكون أفضل حالا من العادات السيئة، وخاصة في مصر إحنا الفطار عندنا بيبقى فطار شنب. الفترات اللي بيبقى فيها الصيف بنقول نقلل التعرض المباشر للشمس، طبعا ممكن يحصل ضربات شمس، ممكن بيحصل فقد في العرق كتير، فممكن فقد الاملاح يؤدي الى ضربه الشمس. ولكن بنقول نوعا ما احنا هنبقى لسه في بدايات نهايه الربيع وبدايات فصل الصيف، فبنقول ان شاء الله هتكون اجواء جيده وتكون امنه علينا جميعا ان شاء الله. ممكن درجات الحراره تكون اقل من السنه اللي فاتت في رمضان اللي فات؟ طبعا المعدلات نفسها وارد طبعا انها ممكن تكون اقل، ممكن تبقى ازيد، ولكن دايما اللي بيتحكم في العمليه بالفعل ليست درجه الحراره ولكن هي نسب الرطوبه. يعني ازدياد نسب الرطوبه واستمرارها فترات طويله. يعني بنقول ان فترات سطوع الشمس في الصيف بتبقى اطول بكتير من فترات الليل، فبالتالي الطاقه الحراريه اللي بتكتسبها الارض ما بتلحقش تفقدها على مدار الليل، فبيفضل مازال الجو ساخن. بالاضافه الى نسب الرطوبه اللي بتتعرض ليها البلاد من بدايه اليوم الى نهايه اليوم مستمره. ففي فترات الشتاء ممكن نقول ان الرطوبه بتصل ل 90%، وفي الصيف بنقول تصل ل 90%، ولكن في الصيف بتبقى 90% على مدار ساعات طويله، لكن في الشتاء بتبقى 90% على مدار ساعه او ساعتين حتى ما بتأثرش. درجات الحراره مع عدم نشاط الرياح دول مؤثرين الاثنين سلبيين بالنسبه لدرجه الحراره. فلما نيجي نقول درجه الحراره يا جماعه 34 ولكن نسب الرطوبه 95، مفيش نشاط للرياح، فانت بتشعر ال 34 او 35 وكانهم 40 درجه او 41 درجه. طبعا لو قدرنا نتجنب اشعه الشمس المباشره، نظمنا الطباعه الغذائيه والمشروبات اثناء رمضان ان شاء الله. في اوقات معينه ما يفضلش تعرض الشمس فيها طوال اليوم؟ طبعا الفترات اللي احنا اللي هي الفتره القصوى اللي هي من فتره الظهيره قرب الظهيره لحد فتره بعد العصر، دي بتبقى اشعه الشمس قويه تسجل فيها اعلى درجات حراره وبتبقى اشعه الشمس مباشره، فطبعا لا نتعرض لهذه الاشعه الا اذا كانت في ضروره. فيتو